أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من مدار الأسبوع. كما عودناكم نبحث سوية في حيثيات وتداعيات آخر الأحداث الشرق أوسطية والعالمية والشخوص التي لعبت دورا فيها. عناوين هذه الحلقة: من الزوايا إلى الأحزاب السياسية، كيف تطورت علاقة الدين بالسلطة في المغرب؟ وما الذي يميز الإسلام السياسي هناك عن نظرائه في العالم العربي؟ إسرائيل والدول الإسلامية الآسيوية علاقة محرمة في العلن موجودة في السر، شهدت قفزة في التسعينات وتحاول واشنطن تطويرها وإشهارها اليوم. في مثل هذا الأسبوع من عام 2015 اغتالت إسرائيل عضو حزب الله سمير القنطار إلى جانب مقاتلين سوريين وإيرانيين آخرين في قصف على دمشق. نذهب إلى تونس في المدار العالمي للتعرف على فضيحة استقبال نفايات إيطالية محظورة في قضية فساد تورط فيها وزير البيئة ومسؤولون آخرون. نعود إلى المغرب في شخصية الأسبوع للتعرف على ملكها محمد السادس، والذي استلم العرش خلفا لوالده الراحل الحسن الثاني عام 99. عندما توجهت أنظار المنطقة صوب المغرب لحظة التوقيع على اتفاقيات التعاون والتطبيع مع إسرائيل، لم يكن ذلك بدافع متابعة آخر محطة من محطات قطار التطبيع فحسب، بل لرؤية ردة فعل ائتلافها الحاكم والذي يقوده حزب العدالة والتنمية ذو التوجهات الإسلامية. يقودنا هذا إلى فحص تجربة الحركات الإسلامية في المغرب بين الأمس واليوم. هل اصطدمت مع السلطة كما فعلت نظيراتها في العالم العربي؟ وكيف رست في بر التعايش مع واقع الملكية في البلاد؟ للعلاقة بين الدين والدولة في المغرب خصوصية وتجربة تميزها عن باقي الدول المحيطة، مفرزة اليوم نسختها من الإسلام السياسي. فبعد القوة التي امتلكتها في السابق، سحبت رويدا رويدا صلاحيات المؤسسات الدينية المعروفة بالزوايا ذاهبة إلى المخزن، ألا وهو الجهاز التنفيذي الذي يتربع على عرشه الملك والأعيان. ذلك لم يمنع نشوء الحركات والأحزاب الإسلامية التي غالبا ما كانت صراعاتها وجدالاتها الداخلية تتمحور حول مكان التقاء الدين بالسياسة ودرجة القبول بولي الأمر. مرت بمحطات رئاسية، الأولى امتدت من مرحلة التحرر من الاستعمار الفرنسي، والتي خلالها ظهر حزب الاستقلال بقيادة علال الفاسي الذي يعتبر من مؤسسي السلفية في المغرب، إلى حركة الشبيبة الإسلامية التي تصدت للمد النصري في الستينات والسبعينات. في مرحلة لاحقة خاضت الحركات الإسلامية مراجعة فكرية وفقهية شاملة، وتبنت مكونات مواقف أكثر براغماتية مع السلطة، الأمر الذي أدى إلى تفكك حركة الشبيبة لتخرج من روافدها لاحقا حركة التوحيد والإصلاح. في نفس الحقبة نشأت حركة أكثر تشددا هي العدل والإحسان، التي هدفت إلى خلق مجتمع إسلامي بديل، واصطدمت بشكل مباشر مع الملك الحسن الثاني قبل حظرها وعزل مؤسسها عبد السلام ياسين. في يومنا هذا يقود الحكومة المغربية حزب العدالة والتنمية ذو التوجهات الإسلامية، وعلى الرغم من مواقفه المعارضة لبعض سياسات الملك كالتطبيع مع إسرائيل، إلا أن الحزب وكسائر القوى الإسلامية المغربية نجحت في الحفاظ على المثلث المعهود: الإسلام، الملكية الدستورية، ونبذ العنف. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور رائف حسين، دكتور العلاقات الدولية والمتخصص في الإسلام السياسي، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من هانوفر في ألمانيا، بالإضافة إلى السيد عبد الإله العمراني رئيس جمعية مغرب الأنوار، والذي ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من أظهر البيضاء. هذا معك سيد عبد الإله. سيد عبد الإله، الدين وأمير المؤمنين، كيف التقيا في المغرب وكيف تطورت علاقتهما؟ شكرا سيدي على الاستضافة، وتنسلم عليكم وعلى الإذاعة ديالكم وعلى الشعب الإسرائيلي اللي تنكنوا ليه واحد المحبة كبيرة، وحنا تنرحبوا بزاف بهذا التطبيع اللي وقع ما بين بلادنا وبين بلد إسرائيل، وتنتمنوا منه واحد الخير كبير، وتنترجوا لك الخير الكبير والعميل. سألتيني على الإسلام كيفاش كان في المغرب، كيفاش تمشى في المغرب. حنا في المغرب عندنا واحد الإسلام معتدل اللي
ما دائما الإنسان تيسير راسه بينه وبين الإله لتيصلي له ويصوم له وتيؤدي الواجبات ديالو الدينية. وعندنا الحمد لله إمارات المؤمنين اللي حارصة على هذا الإسلام المعتدل وما تتخليش اللي يمكن يتدخل في المسائل الدينية إلا الرئيس ديالنا الملك ديالنا نصره الله محمد السادس اللي هو أمير المؤمنين في نفس الوقت واللي هو رئيس لجنة القدس في نفس الوقت وهو اللي تيحمي الحمد لله البلاد ديالنا من جميع النواحي وتيحميها من تطرفات كيف ما كانت. طيب أعود إليك بعد قليل سيد عبد الإله. دكتور رائف، بالإضافة إلى ما قاله سيد عبد الإله، يعني الميزان بين هذين العاملين لم يكن دائما كما هو في المغرب، فلطالما كانت للزوايا هناك وأهالي المغرب العربي يعرفونها جيدا، هذه المؤسسات الدينية العريقة كانت لها صلاحيات أكبر في التحكم بمسائل الأمور قبل أن تنتقل أكثر فأكثر إلى الملك، أليس كذلك؟ أنا برأيي طبعا معك حق، ولكن أنا برأيي الإسلام السياسي في المغرب يختلف عنه في العالم الإسلامي بأمر أساسي جدا جدا، بأنه هذا الإسلام السياسي لم يعمل كما هو الحال في تونس أو في مصر أو في تركيا على سبيل المثال أو في الجزائر، يعمل في مجتمع بعض الشيء مسلم أو مش كله مسلم كما يتصور، و سياسي أو قيادي سياسي نخبة سياسية بأكثريتها علمانية. الإسلام السياسي نبع في المغرب في مجتمع إسلامي، والإسلام وكما ذكرت الزوايا والمجموعات كانت موجودة ومنتشرة في المغرب، ونظام الحكم في المغرب نظام حكم آخر، هذا النظام اللي بيضمن أو فيه في الدستور اللي بيعتبر الملك هو أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين. هذا صعب علاقة الحركات الإسلامية وعمل الحركات الإسلامية في المغرب، الإسلام السياسي، وأجبرها بأن تتخذ خطوة براغماتية باتجاه التعايش مع النظام السياسي المتواجد هناك وليس الاصطدام به، لأنه معارضته كانت صعبة. كيف تعارض أنت كحركة إسلامية أمير المؤمنين الموجود في الدستور والذي هو يحافظ على الدين الإسلامي؟ إذن الحركة حركة أو حزب العدالة والتنمية المغربي منذ بداية تأسيسه وحتى الآن منذ البداية رأينا بأنه يتعايش مع النظام السياسي ولا يتصادم معه، وهذه ميزة أساسية للإسلام السياسي في المغرب. طبعا الآن لا نتكلم عن الحركات الجهادية الموجودة هناك والحركات المتطرفة، حضرتكم في تقريركم ذكرتم حول حركة العدل والإحسان، العدل والإحسان وقائدها المتطرف عبد السلام ياسين. هنالك حركات أخرى وما زالت تعمل الآن، ومنذكر بالأعمال الإرهابية اللي ضربت في مدن مغربية عديدة منها الرباط أيضا في 2003 و 2007، وما زالت هذه الحركات الراديكالية موجودة هناك. نعم. الإسلام السياسي في المغرب هو شيء خاص. أعود إلى سيد عبد الإله. سيد عبد الإله، سمعت ما قاله دكتور رائف، تحدث عن نموذج العدالة والتنمية وأيضا عن نموذج آخر راديكالي، لكن هذا يعني بأنه لا تزال هناك تلك النماذج من التيارات الإسلامية التي وإن كان أمير المؤمنين يمثل الإسلام لأنها تريد أهدافا أخرى، ألا هو خلق مجتمع إسلامي بديل يتماشى مع الشريعة الإسلامية بعيدا عن قضية الملكية؟ تماما سيدي، وهذا هو مشكل كبير كبير عند العالم الإسلامي وعند العالم كله ديال التطرف، تطرف نشمله كله لا الإسلامي ولا الغير، بس التطرف الإسلامي والتطرف حتى اليهودي شوية حتى هو عندنا تيخلق لنا مشكل. نعاود نضرو التطرف الإسلامي حقيقة تيقتل دابا وتيدير ليزاتونتات ديال المشاكل. لكن حتى لو سميته تطرف سيد عبد الإله، المغرب لم يشهد أحداثا كما شهدت بلدان عربية أخرى كالجزائر والعشرية السوداء وما إلى ذلك، وهذه الصدمات الدموية بين
إسلاميين أو إسلامويين أو سميها ما شئت والسلطات، يعني له نموذج مختلف. عهدنا كذلك بعد ليزمنمون ديال 16 مايو اللي كانت شويه دمويه في الحقيقه، بس عندنا سلطات الحمد لله المغربيه مجنده باش تتحمينا من الارهاب الحمد لله، والله يجعلنا نبقاو دائما هكاك. اللي تنمشي مع السيد اللي دابا الاستاذ ليدوا، وهو في الماده ديال اللايكيه. اللايكيه فعلا المغرب أتتحدث عن العولمة كالنموذج الفرنسي والذي يسمى اللايكية، لكن سيد عبد الرحمن سؤال سريع لك، أنت ما رأيك بما يسمى بالإسلام السياسي؟ هناك الكثير من الناس الذين لديهم مشكلة مع هذا الاصطلاح، لكن الإسلام السياسي برأيك ما هو رأيك به في المغرب؟ أنت لديك تصريحات حوله. الإسلام السياسي هو العكس ديال الإسلام، هو العكس ديال الديانات مجموعه، وهو المنبع ديال الإرهاب. نسميه الإسلام السياسي، نسميه الإسلاموية، نسميه التطرف الإسلامي. لماذا إرهاب؟ يعني هناك أحزاب إسلامية سياسية، لماذا اتهمتهم بأنهم يسببون الإرهاب؟ لأن هو في الأساس دياله الإسلام السياسي. إلى يمكن تعطيني شوية ديال الوقت يمكن لي نفسر لك المنبع دياله منين جاي. ممكن نهضر واحد معك واحد خمسة دقائق. لو سوف أعود لك بهذه الجزئية، ولنحاول الاختصار لأنه يتبقى الكثير من الوقت لهذا الموضوع. أعود إلى السيد أو إلى دكتور رائف. دكتور رائف، أنت تشهد الآن ما يحصل في أروقة الأحزاب السياسية وعلى رأسها العدالة والتنمية بعد ما حصل من تطبيع مع إسرائيل. هل هذا يعني بأن الأحزاب سوف تعاني من انشقاقات، أي الأحزاب الإسلامية، وربما سوف تعيد تفكيرها والنظر إلى مبادئها؟ دعني أستاذ بشار هيك أعود قليلا وأقول بأنه الإسلام السياسي بكل إجلاءاته، بكل تشعباته، ليس فقط في المغرب إنما في العالم الإسلامي، هي من أكثر الأحزاب وأكثر الحركات السياسية براغماتية، تأقلم نفسها للوضع اللي هو موجود. حزب العدالة والتنمية المغربي بعد ما استلم رئاسة الحكومة في يناير 2012، وكان رئيس الحكومة آنذاك عبد الله بن كيران، بدأ بتأقلم نفسه. وبتذكروا بأنه في هذه الفترة انقسم أو انفصل حزب العدالة والتنمية إلى قسمين، فصل الطرف السياسي، أي انتقل، عمل انتقال، وهو هذا الانتقال بيعني اللي بنسميه احنا في العلم ما بعد الإسلاموية. وبدأت كانت حركة العدالة والتنمية، أي حركة الإخوان المسلمين في المغرب العربي وفي المغرب، في دولة المغرب، عمل هذا الانتقال مبكرا، أسرع من كل الأحزاب السياسية، الإسلام السياسي في العالم العربي، عمل الانتقال من الخطاب الهويات التقليدي اللي بنادي في تطبيق الشريعة ومناهضة العلمنة إلى آخره إلى آخره، و إلى خطاب يطمح يكون أكثر تماشي مع المنجز الحضاري ومع ما بنسميه المطالب الحيوية للجماهير. وحزب العدالة والتنمية فصل طرفين، فصل السياسي عن الدعوات اللاهوتي، وأسس هون كان يعني أصبح العدالة والتنمية، حزب العدالة والتنمية هو الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين في المغرب. والحركة الثانية ألا وهي حركة التوحيد والإصلاح، هي الحركة الدعوية، الذراع الدعوي التقليدية للإخوان المسلمين. لذا رأيت الآن في لكن هذه، لكن دكتور أعود لنفس السؤال، هذه البراغماتية ربما الآن تعاني من بعض التضعضع، لأن الآن هذه الحركة وذراعها الآن يعيدان تقييم أنفسهما بما في ذلك قياداتهما بعد الذي حصل. رائع جدا، لأنه هذه أنا برأيي ما نراه الآن في حركات الإسلام السياسي في كل العالم الإسلامي، نستطيع أن نقول بأننا الآن بدأنا في عصر ما بعد الإسلاموية، أو عصر جديد آخر للإسلام السياسي، يتأقلم به الإسلام السياسي مع هو موجود. مبدئيا الإسلام السياسي وحركة الإخوان المسلمين لا يعني لا تعارض. أنت رأيت الآن كيف
تفاعلت العدالة والتنمية وحزب العدالة والتنمية مع التطبيع بأن رئيس الوزراء حاول أن يلتف على هذا الموضوع لكي لا يتخذ موقفا واضح، ولكن الطرف الآخر، الطرف الذراع الدعاوي في حركة الإخوان المسلمين في المغرب اتخذت موقف واضح، وهي حركة التوحيد والإصلاح اللي عارضت. يعني هنا لعب الآن في الإسلام السياسي، هنالك طرف متطرف وهنالك طرف معتدل، هكذا يحاول الإسلام السياسي وخصوصا في المغرب، ولكنه ينقل إلى العالم الآخر للتأقلم مع التغيرات الجديدة الموجودة في الإقليم والتعامل السياسي الواضح. وإذا بتسمح لي في ملاحظة أخيرة سريعا لكي نعود للسيد عبد الله في هذا المجال، أنا برأيي الإسلام السياسي الآن في مخاض، كما أكتب في كتبي وفي كتاباتي، كل حركة إسلامية وحركات الإسلام السياسي في العالم العربي خصوصا أنا أقسمها إلى قسمين، قسم أسميه إخواني وقسم أسميه وطني، وهذا نراه في فلسطين، نراه في الجزائر، في تونس، ونراه أيضا في المغرب. هنالك داخل هذه الحركة حركة تنتمي كثيرا وتمشي كما تريد حركة الإخوان المسلمين، وأخرى ترى في عينها لم يتبقى الكثير من الوقت. دعني أتوجه بالسؤال الأخير من هذه النقطة تحديدا، دعني أعود بها لسيد عبد الإله. سيد عبد الإله، هل الآن الأحزاب السياسية الإسلامية في المغرب تعاني من هذا التمزق الداخلي أو هذا التناقض الداخلي بأنها تحوي أكثر من تيار، كل تيار يريد شيء مختلف؟ نعم، كل السياسة المغربية تعاني كثيرا من هذا الإسلام السياسي، لأنه تيخلق واحد الديفيزيون، الانفراق في المجتمع المغربي، وهو الإسلامويين ما تيمثلوا في حقيقة في المغرب عندنا إلا واحد فئة قليلة ديال 20%، واللي ماشي إسلامويين اللي متفتحين، تنقول متفتحين، لأن الإسلامويين تنعتبرهم أن ظلاميين وفي المجتمع. سيد عبد الإله، سوف نكتفي بهذا القدر. سيد عبد الإله العمراني، رئيس ومؤسس جمعية مغرب الأنوار، كان معنا عبر خدمة سكايب من الدار البيضاء، وأيضا كان معنا من هانوفر في ألمانيا عبر خدمة سكايب دكتور رائف حسين، دكتور العلاقات الدولية والمتخصص في الإسلام السياسي. شكرا جزيلا لكما. كثر الحديث في الأونة الأخيرة عن مساعٍ لإقناع أكبر الدول الإسلامية في العالم بالتطبيع مع إسرائيل، مساعٍ لم تأتي من فراغ، فهي مبنية على اتصالات وعلاقات تجارية سرية بين إسرائيل وهذه الدول. من باكستان التي كادت أن تشهر علاقتها عام 2005، مرورا بماليزيا صاحبة العلاقة التجارية الضخمة مع إسرائيل، إلى أندونيسيا التي تغريها الإدارة الأمريكية حاليا بمليارات الدولارات في حال طبعت. ما الذي عرقل هذه الدول في تطوير علاقاتها مع إسرائيل؟ وهل الظروف اليوم واتية لذلك؟ من بعيد يبدو مجرد الحديث عن إسرائيل محرما في هذه الدول، لكن من يدقق النظر في أكبر الدول الآسيوية الإسلامية كباكستان وماليزيا وأندونيسيا سيجد أن إسرائيل استطاعت النفاذ بشكل أو بآخر إلى هذه البلدان ولو بدرجات متفاوتة. مؤتمر مدريد عام 91 جعلها تعيد النظر في مواقفها، واتفاقية أوسلو عام 93 فتحت القنوات العلنية مع إسرائيل، وتركيا لعبت دور الوسيط حينها للتقرب من الغرب. بالنسبة لباكستان، كثرت التقارير حول تعاون استخباراتي بينها وبين إسرائيل، ناهيك عن تأييد الرئيس السابق برويز مشرف في التطبيع معها، واللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق سيلفان شالوم بنظيره الباكستاني خورشيد قصوري، وإعلان رجلين قرب إعلان العلاقات عام 2005. قضية ماليزيا مشابهة، فالبلد التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في العلن تقيم معها علاقات تجارية ضخمة في الظل تصل قيمتها إلى مئات ملايين الدولارات سنويا. المستفيد الأكبر منها هي إسرائيل، كون كفة التصدير منحنية بقوة لصالحها. أما أندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، فيعتقد أن ظروفها أنضج من الدولتين المذكورتين للتطبيع. فبعد النهج المناهض لإسرائيل الذي اعتمده الرئيس الأسبق سوكارنو،
لينت البلاد موقفها رويدا رويدا، وتعاونت مع إسرائيل في فترة الحرب الباردة ضد الشيوعيين، وفي التسعينات انفتحت بوابة الشراكة الاقتصادية على مصراعيها بما يشمل التبادل السياحي. كل هذا عدا لقاءات سرية بين مسؤولي البلدين. ظروف جعلت الإدارة الأمريكية مؤخرا تلوح بتقديم مليارات الدولارات إلى أندونيسيا في حال طبعت مع إسرائيل. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلي عبر خدمة سكايب من إسلام أباد السيد أحمد قريشي الصحفي المختص في شؤون الأمن القومي. سيد أحمد، وبما أنك من باكستان دعنا نبدأ من هذا البلد، كيف تقيم علاقته مع إسرائيل؟ صحيح بأنها في العلن ودبلوماسيا غير موجودة، لكن كان هناك تعاون استخباراتي عسكري بشكل غير مباشر، والرئيس الأسبق برويز مشرف أيد التطبيع مع إسرائيل. صحيح أستاذ بشار، هناك خصوصية للعلاقة الباكستانية الإسرائيلية، وهي أن كلا البلدين قوى نووية في المنطقة، وفي منطقة الشرق الأوسط البلدين الوحيدين اللذين يملكان ترسانة أسلحة نووية، وأيضا صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على حمل رؤوس نووية. ولذلك من باب الاحتراز الأمني والعسكري يجب أن يكون هناك تواصل بين الدولتين كي لا يحصل سوء فهم، خصوصا أن إسرائيل لديها علاقة صفقات أسلحة مع الهند، وحصل في السابق وبالذات في سنة 1998 أن حصل سوء فهم كبير كاد أن يؤدي إلى أزمة نووية، وتم حله في واشنطن بين السفيرين الباكستاني والإسرائيلي. وسبق لي في عملي الصحفي أن قابلت السفير الباكستاني والذي لاحقا أصبح وزير خارجية سابق لباكستان، ووقتها قامت المؤسسة العسكرية في البلدين إسرائيل وباكستان بالتواصل في السر لوقف أو إنهاء سوء الفهم الذي كاد يؤدي إلى احتمال مواجهة نووية بين من جهة باكستان وإسرائيل، والرد باكستاني أو تهديد برد باكستاني على إسرائيل في حال دعمت إسرائيل الهند. طبعا كان سوء فهم، لم يكن هناك تدخل إسرائيلي في النزاع بين باكستان والهند، لكن أنا فقط أريد أن أعطيك مثال يعني على مدى خصوصية يعني هالعلاقة الخفية السرية الباكستانية الإسرائيلية بسبب عامل الأسلحة النووية. نعم. طب سيد أحمد، في العام 2005 قال قصوري عندما التقى نظيره الإسرائيلي سيلفان شالوم بأننا على وشك الإعلان عن علاقات دبلوماسية، ما الذي حصل؟ هل كانوا متفائلون زيادة عن اللزوم أم أن إسرائيل خشت في تعميق علاقتها مع باكستان أن تزعج الهند؟ حسب معلوماتي من مصادري في الدبلوماسية الباكستانية، البلدان حتى الآن رغم عدم القبول بهذا الشيء علنا لديهما تعاون دبلوماسي وتواصل وثيق، سواء بشكل ثنائي أو في المنظمات الدولية خصوصا الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف. هذا التعاون والتواصل موجود. استخباراتيا دعني أضيف لك نقطة مهمة جدا، وهي أنه في سنة 2003 تمت هناك محاولة اغتيال الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف، ولم تنجح تلك العملية في اغتيال برويز مشرف. إسرائيل ساعدت، كانت هناك معلومات من الموساد. نعم نعم، إسرائيل قدمت معلومة استخباراتية مهمة، وليس فقط هذه، وإنما أيضا في عمليات تفجير أخرى إن لم تخن ذاكرة في باكستان وفي الهند تم إحباطها بفضل تدخل من الموساد. بالضبط، هذا صحيح. فباكستان وطبعا أي تدخل من الموساد حتما هو عبر المؤسسة العسكرية والاستخبارات الباكستانية، والاستخبارات والمؤسسة العسكرية في باكستان يعني قويين، يعتبرون يعني جزء من النظام الحاكم في باكستان، فالعلاقة قوية جدا والتواصل موجود. أيضا هناك دور قبل أسابيع بالأحرى، كانت باكستان وإسرائيل من ضمن شبه تحالف، لا أقول تحالف لأنه لم يكن هناك حلف أو تحالف في أذربيجان مثلا، لكن وجدت كل من باكستان وإسرائيل نفسهما في جانب واحد في تلك الحرب. ووجدنا بعد انتهاء الحرب أعلام باكستان وأعلام إسرائيل جنبا إلى جنب في العاصمة الأذربيجانية باكو. هناك أمور أخرى، لدينا نفس العلاقات، أصدقائنا يعني كدول
نفس العلاقات، علاقات قوية للدولتين مع أمريكا، مع حلف الناتو، مع دول الخليج، مع مصر، مع الصين، هذه كلها دول، وتركيا لا أنسى تركيا وأذربيجان أيضا، فهذه كلها دول قريبة. بالحديث عن تركيا تحديدا سيد أحمد، ما الدور الذي لعبته تركيا عندما ينظر أي المرء إلى كل هذه الاتصالات التي حصلت سواء مع باكستان وغيرها من الدول الآسيوية الإسلامية؟ نلاحظ بأن تركيا دوما كانت في الصورة. هذه مفارقة عجيبة وغريبة، لأنه الرئيس رجب طيب أردوغان كان هو عراب كان هذه العلاقات. نعم، هو أصلا من قرب باكستان وإسرائيل، وهو كان عراب أول اجتماع رسمي علني حوار سياسي دبلوماسي استراتيجي بين باكستان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة. اللقطات التي عرضتموها قبل قليل كانت في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية برعاية طبعا وقتها وزير الخارجية التركي، ولكن الصفقة وعراب الاجتماع كان وقتها رئيس الوزراء أردوغان الذي هو الرئيس حاليا. فهو من قام بتقريب وجهات النظر بين باكستان وإسرائيل. وأنا أتوقع شخصيا أنه باكستان مستعدة، يعني باكستان أيضا ربما أكثر استعدادا حتى من ماليزيا، لأن تقيم علاقة دبلوماسية علنية الآن ربما تحتاج إلى نوع من الدفع، يعني push، يعني إنه أو مثل ما يقولون بالإنجليزي في الدبلوماسية حافز ربما، تحفيز نوعا ما، لأنه باكستان طبعا يعني تقع في منطقة أو يعني هي دولة رأت أو مرت بالحرب الأفغانية وما نتج عنها من التشدد الديني والجماعات الدينية الموجودة. صعب بالنسبة للحكومة. سوف أعود إلى هذه النقطة، نقطة الجماعات الدينية، لكن من أجل توسيع دائرة الحوار هنا الآن، ما الذي برأيك يحمله من تأثير أن تقيم إسرائيل علاقات مع هذه الدول الإسلامية الكبيرة كباكستان بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا؟ نحن نتحدث عن الدول التي فيها العدد الأكبر من مسلمي العالم. كيف برأيك سوف يغير هذا من موازين القوى؟ أعتقد أن نحن الآن في مرحلة حاسمة نقترب فيها من الوصول إلى نتيجة في داخل منظمة المؤتمر الإسلامي وأيضاً الجامعة العربية. نقترب فيها من الوصول إلى نتيجة بأنه حان الأوان لهاتين المنظمتين أن تغيرا من الاستراتيجية نحو إسرائيل، من المقاطعة التامة إلى أن تحل وتقام مفاوضات، أن تغير هذه الاستراتيجية إلى استراتيجية جديدة مبنية على دعم الشعب، حقوق الشعب الفلسطيني من جهة في مسار، وفي المسار الآخر إقامة تواصل مباشر مع كل أطياف المجتمع الإسرائيلي وكل أطياف الساحة السياسية الإسرائيلية. يعني من جهة دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه والدولة الفلسطينية، وفي نفس الوقت إقامة علاقات كاملة. العقبة الرئيسية، العثرة الرئيسية أو الشيء الذي يوقف كل هذه الدول من أن تقوم الآن أو تخرج علاقاتها السرية إلى العلن مع إسرائيل هو هذه النقطة، قصة الإجماع داخل الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وأعتقد أنه رأينا ربما أختلف معك قليلا سيد أحمد، لأنه حتى يعني الآن نرى هذا الاختلاف. الجامعة لديها ضمنيا قبول للتحديث مع إسرائيل، لكن منظمة التعاون الإسلامي وأيضا المؤتمرات الإسلامية التي عقدت في كوالالمبور وغيرها من الدول كانت لها مواقف أكثر تشددا. لكن دعني آتي إليك إلى المزيد من العقبات. ربما أيضا هناك دور للعمق الشعبي المسلم المحافظ في هذا الأمر، أليس كذلك؟ لأنه هو الذي لطالما كان يرفض هكذا نوعا من اللقط، والحكومات هناك أيضا ألا تعتقد بأنها تخشى من صعود الراديكالية والعمليات المتطرفة التي لطالما عانت منها؟ سأجيب على سؤالك أخ بشار، بس دعني فقط طبعا. أصحح أنه منظمة المؤتمر الإسلامي، صحيح كلامك بالضبط، الجامعة العربية أظهرت قبولا أكثر بإسرائيل من المنظمة في قمامها، لكن جزء مهم من منظمة المؤتمر الإسلامي ألا وهو رابطة العالم الإسلامي ومقرها مكة المكرمة، أمينها العام وزعمائها بدأوا الآن بمباشرة التواصل مع المنظمات الإسرائيلية واليهودية في أوروبا وفي أمريكا، وأيضا زيارة المتاحف الإسرائيلية الموجودة في
في أوروبا وفي نيويورك أيضا. فبدأ التواصل الآن حتى داخل منظمة المؤتمر الإسلامي. وإجابة على سؤالك، نعم أعتقد أنه هناك سوء فهم كبير خصوصا بين يعني الجماعات الدينية سواء في الدول العربية وخصوصا في الدول الإسلامية الكبرى الغير العربية، تقوم الآن بدور كبير في دعني أقول يعني حتى أوضح الصورة أكثر أو أضح يعني بصورة أوضح، تحاول تقدم معلومة أو صورة خاطئة لوضع الشعب الفلسطيني وعلاقة الشعب الفلسطيني بإسرائيل. فمثلا في باكستان أنا الآن أرى أنه جزء كبير من الرأي العام الباكستاني لا يعلم مثلا أن السلطة الفلسطينية وقادة الشعب الفلسطيني اعترفوا بالدولة الإسرائيلية، ولديهم الآن علاقات تجارية، اقتصادية، سياسية، استخباراتية، أمنية مع إسرائيل الجانبين. جزء كبير، ستجد جزء كبير من الرأي العام المسلم المتشدد المحافظ في ماليزيا وإندونيسيا وباكستان مثلا لا يدرك هذا الشيء، لا يدرك. وللأسف أنتقد بعض إخواننا يعني القادة الفلسطينيين قاموا أيضا بتغذية يعني هذا الفكر أو الفكرة الخاطئة هذه، فبدلا من أن أو يعني حاولوا أن يخربوا على الحكومات هذه التي كانت تريد أن تقيم علاقة مع السلطة الفلسطينية وفي نفس الوقت مع إسرائيل، خربت عليهم بالمزايدة. هذه المزايدة أضرت يعني هذا الموضوع. بالضبط ما تقوله يقودني إلى سؤالي لربما الأخير لك، هل هذا يعني بأننا سوف نشهد شيئا فشيئا تغيرا للوعي الجماعي في هذه الدول، وبالتالي لربما في الأيام الأشهر أو السنوات القليلة المقبلة إشهار العلاقة الدبلوماسية مع إسرائيل؟ حتما، وأبدأ أنا في باكستان لأنه بدأنا الآن في باكستان نقاش ضخم وكبير. هذه دولة كبيرة حوالي 200 مليون نسمة، قضايا عدة شائكة، الهند، أفغانستان، إيران، الخليج، ولكن رغم كل هذه القضايا نجد الآن قصة الاعتراف والعلاق وإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل تتصدر كل هذه المواضيع في باكستان. وأتصور أن هذا الموضوع الآن يتصدر أيضا النقاش في ماليزيا وفي إندونيسيا وأيضا حتى في تركيا بدأ الآن. فأتصور أنه بدأنا نقترب كثيرا، والفضل في هذا كله على فكرة يرجع إلى إدارة الرئيس ترامب حتما. يعني إدارة الرئيس ترامب يجب أن نقر بأنها قامت بدبلوماسية لم يتوقع هي الإدارة سيد أحمد. هذه قدمت البوشة والدفع التي تحدثت عنها قبل قليل، لكن من يراجع التاريخ يرى بأن بذور هذه العلاقات زرعت يعني قبل سنوات من مجيء ترامب، والجهد يعود للمسؤولين في الطرفين. أشكرك إلى هذا القدر سيد أحمد القريشي الصحفي المختص في الأمن القومي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من إسلام أباد. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. شكرا. في هذا الأسبوع اغتيل القيادي في حزب الله والعضو السابق فيما كان يعرف بجبهة التحرير الفلسطينية سمير القنطار، إلى جانب مقاتلين آخرين إيرانيين وسوريين، وذلك في غارة إسرائيلية على عمارة جنوب دمشق. عملية الاغتيال جاءت في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية لمنع التموضع الإيراني في سوريا، لكن هل تعتبر أيضا تصفية حساب تثأر للعملية التي نفذها القنطار في مدينة نهرية عام 79؟ ناقشنا حول هذا الحدث الذي جرى في العام 2015 زميلي الصحفي في i24 نيوز عمر ربيع. عمر، إذا عملية لمنع التموضع الإيراني في سوريا أم تصفية حساب أم كلاهما؟ كلاهما باعتقادي. سمير القنطار ولمحة قصيرة عن هذا الحدث الذي كان اليوم ولكن قبل 5 سنوات في غارة أو ضربة دعنا نقول لمبنى من 7 طوابق في قرية جرمان
تيرانا جنوب دمشق، تم تصفية القنطار وسبعة من القيادات في الحرس الثوري الإيراني وأيضا في حزب الله والمقاومة السورية كما كان كما قيل حينها. ويعني هناك متهمين بالوقوف وراء هذا الاغتيال، أولا الجيش السوري الحر، المعارضة السورية يعني تبنت العملية، ولكن حزب الله قال إن الضربة التي وجهت للمبنى كانت عبر غارة جوية، وبالتالي فإنه نسبها إلى سلاح الجو الإسرائيلي. وإلى جانب ذلك فإن مصادر تقول أو قالت حينها أن استهداف المبنى كان في خضم تحضير القتلى، ومن ضمنهم القنطار لعملية كانت ستنفذ على الحدود ما بين سوريا وإسرائيل في الجولان تحديدا. هل يقودنا إلى منذ لحظة الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية تعهد القطار بأنه سوف يواصل مسيرته ضد إسرائيل؟ أنا أريد أن أمنح لمحة في البداية ومن ثم الحديث عن انعكاسات هذا الحدث، ولكن هذا الحدث وكما قلت بشار جاء باعتقادي لسببين. الأول هو أن إسرائيل كانت وما زالت تحارب التموضع الإيراني في الجنوب السوري، وسمير القنطار هو ذلك الشخص الذي يمثل هذا التموضع، بعيدا عن قاسم سليماني المشغول في عدة جبهات في الشرق الأوسط، ولكن هو سمير القنطار كان ذلك الرجل. يعني عندما تقول التموضع العسكري الإيراني في سوريا وتريد أن تترجم هذا المصطلح إلى شخصية فيزيائية جسد وروح ودم، كان ذلك هو القنطار، وبالتالي فإنه كانت لإسرائيل من المهم جدا أن تقطع هذا المحاولة، كما أيضا قطعت آخرين مثل عماد مغنية أو جهاد عماد مغنية عفوا. والسبب الثاني، وأنا قلتها في حلقة سابقة من مدار الأسبوع، هو أن إسرائيل يعني بإمكانها أن تتحمل ما تشاء، بإمكانها أن تتحمل جرحى، بإمكانها أن تتحمل قتلى، بإمكانها أن تتحمل عمليات ما تشاء وما تريد. إسرائيل بإمكانها أن تتحمل شيء واحد إسرائيل لا تتحمله، وبالنسبة هي خط أحمر، ألا وهو إطلاق سراح أسرى، أو دعنا نقول خطف جنود، ومقايضة إسرائيل بذلك بإطلاق سراح أسرى في سجونها، خصوصا أسرى ملطخ أيديهم بالدماء، هذا هو تعبير إسرائيلي. وبالتالي فإن إسرائيل لديها جنون بذلك، ويستطيع القوم، لأنها تعلم أنها سوف تضطر لدفع ثمن باهظ في حال كان هناك تبادل أسرى. بالطبع، ومن المهم جدا أن نقول هذا الأمر. هناك مقولة تقال يعني فلسطينيا أن قادة المخابرات الإسرائيلية الشباك يبدأون بالتعامل مع المتحدي لهم في الطرف الآخر بعيدا عن أي اعتبار سياسي أو صراع. يبدأ الصراع بين قادة الشباك والهدف الفلسطيني أو العربي أو من الجهات المسلحة كعدو شخصي. تصور يعني يتم تصفيته بشكل شخصي لأنه تحدى المؤسسة الإسرائيلية، لأنه تحدى المخابرات الإسرائيلية. هذا ثانيا. ثالثا، سمير القنطار كما قلت بشار، عندما عاد بزي عسكري ولم يبتعد عن العمل العسكري، بل استمر في يعني تحدي إسرائيل يمكن القول، وبالتالي فإنه كان لإسرائيل مهم جدا التخلص منه. ولو أن عمله كان منصبا أكثر لربما في مكافحة الجهات التي حاربت الحكومة السورية أو المعارضة المسلحة في سوريا، بحسب إسرائيل والصحف الإسرائيلية فإنه قام يعني بناء خلايا داخل الجولان السوري من أجل يعني أن يتسللوا إلى الجولان، القسم الذي تسيطر إسرائيل عليه من الجولان. وكان أيضا هناك عدة يعني كما قلت لك بحسب تقارير إسرائيلية فإنه وقت الاستهداف كان يخطط لعمليات ضد إسرائيل. إذن يعني سمير القنطار الذي تحدى إسرائيل، إسرائيل كما قال عضو الكنيسة حينها عمر برليف، إسرائيل لديها ذاكرة قوية، وبالتالي فإنها لن تنسى
يعني من حطم جمجمة الطفلة الإسرائيلية، يعني هذا هو هذه الجريمة التي يعني بسببها هو أدخل إلى السجن. هو ينفي ذلك إلى اليوم، وحتى اليوم ما تزال هناك الكثير من السيناريوهات ونظريات حول هذه الحادثة تحديدا. بالطبع، ولكن أنا أقول من الجهة الإسرائيلية، من وجهة النظر صحيح. الإسرائيلية هو متهم يعني عن هذا الأمر، وبالتالي فإن هذا هو أيضا سبب شهرة سمير القنطار. هو مشهور لماذا؟ لأنه كان عميد الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، دخل إلى السجن في العمر 16 ويعني خرج منه يعني بعد أن حكم أو قضى قسم من محكوميته. محكوميته كانت 5 مؤبدات إضافة إلى 47 سنة، وبالتالي فإن هذا هو السبب للشهرة. وأيضا سبب يعني القضاء على يمكن تلخيصها بأنه عاد إلى ممارسة محاربة إسرائيل، وكان يتحدى إسرائيل من خلال هذا الأمر. عمر ربيع زميل الصحفي في I24 نيوز، شكرا جزيلا لك. قضية فساد وصفت بالفضيحة في تونس أوقف على إثرها 12 مسؤولا، من بينهم وزير البيئة مصطفى العروي. تتمحور حول ضبط شحنات حاويات نفايات محظورة جاءت من إيطاليا إلى مدينة سوسة ساحلية قبل 5 أشهر. حتى الآن تتبادل الجهات الضارعة الاتهامات حول المسؤول عن استقبال هذه الشحنات، والسؤال أيضا هل تنشط تونس بشكل أكثر فاعلية ضد الفساد أم أن ما خفي أعظم؟ وتنضم إلي زميلة صحفية في I24 نيوز جمانة خديجة. جمانة، إذن بحسب ما هو معلوم فأن هذه القضية تعود لسنين إلى الوراء. نعم بشار، هذه القضية هزت الشارع التونسي من جهة، والمنظمات البيئية التي نددت بهذه الفضيحة وهذه الواقعة. فتونس يا تونس الخضراء كما نعلم، هذه الحادثة هي تعود لعامين، ولكنها ليست فقط مختزلة في تونس إنما أيضا في المغرب في دول شمال أفريقيا، وتعود لعام 2018 عندما قامت الصين بإغلاق أبوابها. فكانت الصين هي المعروفة التي تستقبل نفايات العالم. هنا عندما نتحدث عن النفايات ليس فقط النفايات التي تم إعادة تدويرها، النفايات البلاستيكية، إنما أيضا النفايات المنزلية والتي كان لها دور هام جدا في هذه الفضيحة. هذه الفضيحة كشف عنها تقرير استقصائي في قناة الحوار التونسي، هذه قناة خاصة والتي من خلالها تم الكشف عن تقارير وعن وثائق مشتركة ومتبادلة بين شركة تونسية تدعى شركة سوريبلاس وشركة إيطالية تدعى شركة كامبانيا SRE. هذه العائدة كما ذكرنا تعود لعام 2018 عندما بدأت إيطاليا تبحث عن دولة تستقبل نفاياتها، وخاصة في منطقة كامبانيا وهي في مدينة نابولي. هذه المنطقة تمتاز بكمية هائلة من النفايات المنزلية، وبعد تنديد من الشارع الإيطالي وضغط على الحكومة تم البحث عن شركات التي ستريد أن تستقبل هذه النفايات مقابل الحصول على مقابل مادي. فهذه الشركة التونسية ظهرت، والتي الآن حتى هذه اللحظة تحصل على 18 مليار دينار مقابل استقبال 120 ألف طن من النفايات المنزلية سنويا. هنا الأمر الشائك في هذه القضية هي النفايات المنزلية. هذه النفايات هي عبارة عن نفايات سامة، هي عبارة عن نفايات خطرة، والتي ليس فقط ستضر البيئة، المياه أو التربة، إنما أيضا صحة المواطنين، والتي ليس بوسعها أن تتخلص منها. والآن لدى المواطن العديد من القضايا التي يواجهها، ليس فقط الفساد في الحكومة إنما أيضا الفساد البيئي. هذا الأمر بحسب عدة تقارير أظهر بأن هذا هو ليس عبارة عن خطأ إداري لموظف معين أو تم الضغط على هذه الشركة من قبل رجل أعمال. شبكة حكومية كبيرة، يعني نحن بالضبط. نتحدث عن استقبال هذه الكمية. نعم، يدور الحديث عن كل من وزارة المالية عندما يدور الحديث عن الديوان وهي الجمارك، وأيضا وزارة البيئة، كل من هاتين الوزارتين تعاونتا معا من أجل إجراء هذه الاتفاقية.
والتي كما ذكرناها الاتفاقية ليست مرخصة، والتي أدت إلى أن يتم استقبال نفايات التي هي سامة وضارة. بموجب القانون التونسي والدولي يحظر على تونس استقبال هذا النوع من النفايات، لكن ما حدث الآن هو أن هذا كل من وزارة البيئة وكل من وزارة الاقتصاد وزارة المالية عفوا قامتا بالتغطية عن هذا الحدث، وعلى ما يبدو أنه توجد العديد من القضايا الأخرى التي ستكشف عنها قريبا من قبل الإعلام. فهنا نرى أن الإعلام هو من يسلط الضوء على هذه القضايا ويظهرها للشعب عن طريق وسائل الإعلام الخاصة. وطبعا كما ذكرت هذه الحادثة لم تقع فقط في تونس، ما أيضا حدثت في المغرب. في عام 2016 تم تفجير هذا الخبر. يعني ساحل شمال أفريقيا معتاد على هكذا أمور، ساحل الشمال الأفريقي وأيضا جنوب آسيا. كل هذا حدث عندما توقفت الصين عن استقبال النفايات، وعندما يفسد صناع القرار تقصدين أيضا جمانة في تلك الدول. أشكرك إلى هذا القدر جمانة خديجة، زميلة صحفية في 24 نيوز. ولد عام 63، يعتبر ملك المغرب محمد السادس الملك 23 لسلالة الفلاليين العلويين التي تحكم البلاد منذ القرن 17. تبوى عدة مناصب رسمية وقيادية في عهد والده الحسن الثاني قبل أن تتم له البيعة إثر وفاة والده عام 99. في هذه الزاوية زميلة الصحفية في i24 نيوز أصالة الزريقي. أصالة، إذن الملك محمد السادس عارفين عليه أكثر؟ نعم، إذن الملك محمد السادس وهو ابن الملك الحسن الثاني ملك المغرب، والذي ارتبط اسمه منذ اعتلائه على العرش حتى هذا اليوم مع الصحراء الغربية، إذ نرى مؤخرا بأنه قد تم الإعلان بفرض السيادة المغربية على الصحراء الغربية من قبل الإدارة. يقولون الآن صحراء مغربية، وطبعا هناك دوما هذا الخلاف الذي لا ينتهي حول التعريف الصحراء، لنقول نحن صحراء. نعم، ويأتي ذلك أيضا بمقابل إعلان التطبيع مع إسرائيل من المملكة العربية المملكة المغربية عذرا. وذلك ورأينا بأنه قد التقى الملك محمد السادس مع الوفد الأمريكي الإسرائيلي الذي وصل إلى الرباط في الرحلة الأولى للتوقيع على الاتفاقيات بين البلدين. إذن من هو الملك محمد السادس؟ ولد محمد السادس في 21 من أغسطس لعام 1963 في الرباط، وهو الملك 23 كما ذكرت من في الدولة العلوية والتي يعود نسبها للعائلة أو للسلالة النبوية التي ينتهي نسبها إلى الرسول كما يقال، وهي تولت عرش المملكة المغربية منذ منتصف القرن 17 ميلادي. إذن تولى العرش عام 1999 بعد وفاة والده، ويذكر بأنه عقد قرانه على ما يسمى الأميرة سلمى في عام 2002، ولديه منها الأمير حسن والأميرة خديجة. بالنسبة لتعليمه فنرى فيذكر بأن الملك محمد السادس قد أنهى أو قد دخل إلى الكتاب القرآني منذ جيل الرابعة، يعني منذ صغره في الملحق بالقصر الملكي، وأنهى الدراسة الابتدائية والثانوية بالمعهد المولوي وحصل على البكالوريوس، وواصل الدراسات العليا إن كان في القانون بجامعة محمد الخامس بالرباط، وأيضا نال على شهادات
الشهادتين الأولى والثانية للدراسات العليا في العلوم السياسية والقانون العام بامتياز، ونال شهادة الدكتوراه في فرنسا أيضا بأطروحة في موضوع التعاون بين السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد واتحاد المغرب العربي. ويذكر بأن جامعة جورج واشنطن أيضا قد منحته درجة ومنحته شهادة دكتوراه فخرية عام 2000. هذا عدا أن ياشين والتشريفات التي تلقاها من زعماء كثير من الدول، بالإضافة إلى أنه كان موفد لوالده قبل أن يصبح ملكا إلى الكثير من الدول. نعم، يشار بأنه أيضا قد أصدر كتاب وعدة مقالات على التعاون بين التعاون الأوروبي المغربي، وتلقى أيضا تدريبا في لمدة 6 أشهر بديوان رئيس اللجنة المجموعة الاقتصادية الأوروبية. ويشار بأنه يتقن 4 لغات، اللغة الفرنسية، العربية، الإنجليزية والإسبانية. بالنسبة لمهامه فإنه حتى منذ صغاره قد اشترك في المهام الملكية، إن كان مع والده وإن كان في مهام عديدة قد كلف فيها لوحده. يقال يشار بأنه حتى في 4 من عمره قد شارك مع والده في زيارة إلى الولايات المتحدة عام 67، وكانت له أول مهمة رسمية يقوم بها خارج البلاد هو عام 1974 عندما مثل والده في قداس ديني في كنيسة كاتدرائية نوتردام بباريس. إذن ترأس الوفود، وكانت له أيضا مشاركات إن كان داخلية، إنجازات داخلية، وإن كان أيضا مشاركات خارجية، ورأس عدة لجان ومهام. وكما ذكرت فإنه حصل على عدة أوسمة إن كان من دول عديدة، وإن كان أيضا من جمعيات إن كان من جمعيات حقوقية وما إلى ذلك. ويعتبر شخصية مغربية رائدة إن كان في المجال المالي والأعمالي وما إلى ذلك. نعم، وصلت الفكرة. الزميلة الصحفية في 24 نيوز أسارة الزرقي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من مدار الأسبوع. شكرا لطيب المشاهدة، إلى اللقاء.